ريتني أي حدا تاني. كان الوقت ما بيعني شيء. عم تسألوا ما قلت كلهم هون؟ المشروع اللي عم نشتغل عليه اسمه كوكتيل شقف بلا معنى، وهو بلش من رغبة شخصية ان يكون عم فتش عن عملية تركيب المعنى على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الكوميونتي وكمان على صعيد المسرح، يعني الكومبوزيشن المسرحية او مسار الخلق تبع اي عرض مسرحي. أنا تخرجت هيدي السنة من الجامعة اللبنانية، درست مسرح، ودافع تعمل هيدا المشروع كان اكتشاف لغة جديدة بالأداء بتشبه أكتر الوضع اللي نحن فيه، وكمان هي عن بحث عن كيف فينا نكون عم نركب معنا بالمسرح بطريقة مختلفة، ونفتش عن هول اللحظات اللي بيكون عم بيخلق معنا فيهم، مش بطريقة لينير، مش بطريقة بتلحق ستوري من أول لحظة لآخرها، ما فيها بلوت، هي أكتر لها علاقة بعلاقة المؤديين بجمهور وعلاقة المؤديين أصلاً بالناراتيف اللي عم بيطرحها العرض، فكان هيدا الدافع الأساسي. Don't ask, don't tell. Just like in the US military, in the 90s. أنا بحس لي كتير سبيشل بالمنتورشيب بروجرام هو إنه منقطع بكل phase of the creation process، يعني منقطع بالديتيل اللي كتير كتير صغيرة للديتيل اللي كتير كبيرة. يعني بلشنا بس بعملية بحث، يعني أنا وقت قدمت على المنتورشيب ما كنت أتأكد بالنصوص اللي عم يوم هلأ، كان عندي بس الايديا أو الكونسبتس اللي عبالي أشتغل عليهم والطريقة اللي عبالي أشتغل عليهم فيها. بعدين لما قطعنا بفترة البحث اللي كانت كمان تقريباً شهر، بعدين قطعنا بفترة الكتابة، بعدين بعد الكتابة صار عنا إناف نصوص يمكن عمل كاستينج، بعدين كمان قطعنا بفترة الكاستينج، بعدين بخلق فريق ونكون كمان عم نكتشف طريقة نكون عم نشتغل سوا بطريقة كولكتيف. شو ما عملنا؟ وين ما رحنا؟ كيف ما تحركنا؟ وكمان كانت مرافقة لميا كتير كتير أساسية بكل هالبروسس، كانت الشخص اللي فينا قال له شو ما كان، وبنفس الوقت يعني كان فينا نكون عم بحضر أو عم بقرأ لجماعتين أرجع ألتقي فيها، بس فكرة أنه تكون هي وجودة ونوعية وجودة ونوعية الكومنتس اللي كانت تعطيها كانت جايدينج، وكانت عم بتحول العرض من جمعة لجمعة كان عم بيتحول كأنه بشغل شهور، فبحس المنتورشيب بروجرام هو هذا الأساس اللي فيه.